بعث صاحب المعالي القائد العام لقوة الدفاع البحرين برقية تهنئة وتبريك إلى سعادة النقيب الشيخ عبد الله بن خليفة بن أحمد آل خليفة رئيس نادي الرفاع الشرقي وذلك بمناسبة فوزه بالمركز الأول في بطولة أقوى رجل بحريني في فئة وزن المتوسط مشيدا بما أبدى من مستوى مشرف ولياقة عالية وإصرار على الفوز متمنيا له دوام التوفيق في البطولات والمحافل الرياضية القادمة